اهلا وسهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني الصناعي قسم الزخرفه والاعلان والتنسيق. النهارده معاكم في حلقه جديده مخصصه مع طلبه الصف الثاني مع ماده تكنولوجيا العمليات. وطبعا زي ما انتم عارفين ان ماده تكنولوجيا العمليات هي ماده بتتناول العمليات الصناعيه وطرق تنفيذها واساليب التنفيذ الخاصه بيها. وطبعا مادة تكنولوجيا العمليات هي مادة وجزء لا يتجزأ من مثلث التكنولوجيا الموجود عندي في التخصص، سواء مادة المعدات أو مادة الخامات. طبعا احنا قلنا مادة المعدات بتتناول دراسة المعدات الموجودة أو اللي بيتم استخدامها في العمليات الصناعية المختلفة، ومادة تكنولوجيا الخامات بتتناول دراسة الخامات وخصائصها أو الخصائص الطبيعية والكيميائية الخاصة بكل خامة موجودة في العمليات الصناعية اللي بيتم دراستها. مادة تكنولوجيا العمليات هتتناول أساليب التنفيذ المختلفة، ولو قدرنا نعمل عمليات وننفذها في الورش أو في الجانب العملي بتاعنا بيبقى كويس قوي، لأن هو بيصقل الجانب الفني لدى الطالب. فنحاول نتعلم كتير من العمليات الصناعية دي ونحاول ان احنا نفهمها بشكل كويس، لان العمليات الصناعية هي عمليات تطبيقية بتفهمني المهارة وبتفهمني التطبيق وبتفهمني ازاي العملية دي اتعملت او ازاي اتنفذت وكل الحاجات اللي ايه الخطوات الموجودة في تنفيذ العمليات الصناعية. طيب المنهج المقرر معانا، احنا طبعا خلصنا دراسة الباب الاول، وطبعا الباب الاول كان بيتكلمني على الدهانات الانشائية والفنية الموجودة في مادة العمليات، سواء عندي دهان الاسطر على الاخشاب اتكلمنا عليه باستفاضة، واتكلمنا على الدهانات الشمعية، واتكلمنا على تلميع السيارات، واتكلمنا على دهانات التلميع المختلفة، واتكلمنا على اخر حاجه كانت دهانات السنساتيك. وجينا بعد كده دخلنا في الباب التاني واتكلمنا على طرق لصق الرقائق والمصحيق المعدنيه. طبعا قبل ما ندخل على طرق لصق الرقائق والمصحيق المعدنيه كنا قلنا في زي مراجعه كده، المراجعه دي كانت تقريبا لما لي كل المقرر بتاع الباب الاول، فلو انتوا رجعتوا لها في الحلقات بتاعتنا هتستفيدوا منها كتير وتبتدي ان تفهموا منها كل الاجزاء الموجوده في الباب الاول. طرق لصق الرقائق والمصحيق المعدنية، قلنا ان انا عندي رقائق ومصحيق معدنية. طالما قلت رقائق يبقى عبارة عن ورق موجود عليه اللي هو المادة المعدنية، سواء ذهب او فضة او اي مادة معدنية موجودة على الورق بتاعي، بيفصل ما بينهم ورق شفاف بتتباع لي عند متخصص البويات في صورة دفاتر ورقية. الدفاتر دي بيتم تطبيقها على الاسطح عشان اديها ثراء واديها قيمة غنية وقيمة فنية عالية. وقلنا ان النوع الثاني في التذهيب ب طبعا انا عندي التذهيب بالرقائق، قلنا النوع الثاني في التذهيب عندي التذهيب بالمصحيق المعدنيه، وهنتكلم على التذهيب بالمصحيق المعدنيه النهارده وهنعرف تفاصيله ايه. وكلمنا على التذهيب بالرقائق المعدنيه على الاسطح المختلفه، وقلنا التذهيب على الاخشاب سواء جديده او اخشاب مدهونه، وكلمنا على التذهيب على الرخام والجلد والورق والبلور والزجاج سواء بفلتات او بدون فلتات. كل الاسطح دي كانت محتاجه معالجات عشان يتم تطبيق عليها الرقائق المعدنيه. وبعد كده بعد ما بعمل المعالجات دي على الاسطح بحيث ان انا اعمل لها اعداد وتجهيز للسطح بتاعي، وبعد كده استخدم تطبيق الرقائق المعدنيه على الاسطح بتاعتي. طيب في كمان الجزء الخاص بتطبيق، طبعا احنا قلنا ان في تطبيق الرقائق دوت، قلنا ان في عندي حاجات لازم اراعيها كويس قوي وانا بعمل الرقائق او انا بعدها عشان يتم تطبيقها على الاسطح بتاعتي، ان انا لازم خلو الحجرة من التيار الهوائي، ولازم ان انا انضف سكينة التذهيب كويس قوي وانا بستخدمها، انضفها بالطباشير او مسحوق الطباشير او التلك، وان انا اقطع في اتجاه واحد، وان انا اشيل قطع الذهب او ورق الذهب بمخدة التذهيب، وان انا ارص الاجزاء بتاعتي اللي انا تم تقطيعها جنبا الى جنب ويتم التقطيع في اتجاه واحد، وان انا اشيلها بحرص. كل دي ارشادات كانت مهمة جدا وما زالت لازم نراعيها ولازم ناخد بالنا كويس منها قوي وانا شغالة في التذهيب بالرقائق المعدنية. طيب عندي كان اخر جزء بعد ما اتكلمنا على الاسطح المختلفة، اخر جزء وقفنا عنده للمرة اللي فاتت كان عندي التذهيب بالاكليشيهات والبصمة. لو بصيتوا كده معايا على الشاشة عندي طبعا التذهيب بالاكليشيه، نعرف معنى اكليشيه وهو قطعة معدنية محفور عليها الزخارف البارزة مقلوبة. طبعا الاكليشيه بيبقى عامل زي
الختم كده ابتدي ان انا استخدمه في عملية التزييف بالرقائق المعدنية، بحيث ان انا بيتم تسخينه وبعد كده بيتم وضع رقائق المعدنية او الورق المعدني دوت على الاسطح بتاعتي، وبعد ما بيتم التسخين ابتدي ان انا اضغط على الورق الموجود على السطح بتاعي على التصميم طبعا او الاجزاء اللي انا محتاجة ان انا اعمل لها عملية التزييف، بيبتدي ينزل لي الجزء المذهب على السطح بتاعي. طبعا الورق ده بيبقى فيه نسبة من الشموع او المادة اللاصقة، المادة اللاصقة دي هي اللي بتتأثر بالأكلاشيه السخن او الأكلاشيه الساخن، بحيث ان هو بعد ما بيتم التطبيق بيفصل لي المادة المذهبة على السطح بعد ما بيتأثر لي المادة اللاصقة اللي موجودة في الرقائق المعدنية. لو بصيتوا كده معايا على الشاشة عندي الأكلاشيه، أول حاجة طبعا لازم نعرف التعريف ده كويس قوي. الأكلاشيه قطعة معدنية محفور عليها الزخارف والكتابات البارزة مقلوبة. ليه مقلوبة؟ علشان لما أنا أضغط على السطح بتاعي أو على السطح اللي عليه الجانب المذهب يبتدي إن هي تنزل لي عدلة، تنزل لي عدلة على السطح بتاعي. طبعا تستخدم لهذه العملية أفرخ من الرقائق المعدنية عبارة عن ورق سلوفان ملتصق به ورقة من الرقائق المعدنية، طبعا الرقائق المعدنية طبعا سواء ذهب أو فضة بواسطة شمع ومادة لاصقة. يبقى أنا عندي ورق الذهب دوت ملزوق مع بعضه على ورق سلوفان من خلال شمع ومادة لاصقة وعليه المادة اللي هي المعدنية سواء الذهب أو الفضة، ويتم تطبيقها من خلال الاكلاشيه. طب ايه هو الاكلاشيه؟ قطعه معدنيه محفور عليها الزخارف البارزه ايه مقلوبه. وقلنا ليه بتتحفر مقلوبه؟ قلنا عشان تنزل لي الزخارف عدله على الايه السطح بتاعي. طريقه استخدام الاكلاشيه، اول حاجه عندي ابتدي ان انا اقطع الورق بمساحات اكبر قليلا من المساحات المطلوبه. طب اي ورق؟ اللي هو الورق الرقائق المعدنيه اللي عليه ذهب او عليه فضه، ابتدي ان انا اقطعه بمساحه اكبر قليلا من المساحات المطلوبه. طبعا انتوا عارفين ان بيتم اعداد وتجهيز الرسم بتاعي او التصميم بتاعي، وبعد كده بيتم اعداد وتجهيز السطح بتاعي سواء خشب او ورق او جلد او رخام او زجاج. بعد ما بيتم اعداد وتجهيز السطح بتاعي ابتدي ان انا احط عليه التصميم، وبعد كده يبتدي يتم عمل او تطبيق الماده اللاصقه. وبعد كده طبعا دي الخطوات التقليديه اللي احنا اتكلمنا عليها كلها المره اللي فاتت. بعد ما بيتم تطبيق الماده اللاصقه ببتدي ان انا اجيب اللي هو الورق اللي انا قطعته الى اجزاء او مساحات اكبر قليلا او بنفس المساحه اللي انا طبقت فيها، وابتدي ان انا احطها واستخدم الاكلاشيه في تثبيت ورق الذهب ده. ازاي هستخدم الاكلاشيه في تثبيت او تثبيت ورق الذهب؟ هبتدي ان انا اعمل يسخن الاكلاشيه ثم يوضع على السطح، وبالظبط طبعا بعد ما بيتم وضع الاكلاشيه على السطح ببتدي ان انا اضغط على الشمع والماده اللاصقه فينفصل ورق الذهب ويلتصق بالسطح، بيبقى عامل بالظبط زي الاستيكر. يبقى انا عندي ورق السلوفان عليه الماده المعدنيه اللي هي الذهب او الفضه، وابتدي ان انا طبعا بعد ما بقطعها على حسب مساحه التصميم ابتدي ان انا احطها على السطح بتاعي، واجيب الاكلاشيه بعد ما بتم تسخينه ابتدي ان انا احطه على الورق دوت لغايه لما واضغط طبعا على السطح بتاعي، فبينزل لي الورق بينزل لي المادة المعدنية على السطح، وابتدي ان هو يفصل لي الشمع والمادة اللاصقة عن الايه عن السطح المذهب او عن المادة الايه المذهب. طيب التذهيب بعد كده، ده كان بالنسبة للتذهيب بالاكلاشيه او البصمة. عندي التذهيب باستخدام الاقلام المعدنية. التذهيب باستخدام الاقلام المعدنية اول حاجة بعملها طبعا هو زيه زي التذهيب بالاكلاشيه بالظبط، ما بيختلفش كتير في اي حاجه غير ان انا ببتدي ان انا اجهز السطح بتاعي، وبعد كده انزل الرسم بتاعي، وبعد كده ابتدي ان انا اسخن الاقلام المعدنيه دي وابتدي ان انا انزل بيها الماده المعدنيه على السطح، بحيث ان انا لو عايزه تاثير الذهب لو عايزه تاثير الفضه، يعني اي تاثير انا محتاجاه على حسب نوع الورق ايه الموجود معايا. طبعا اول حاجه بعملها ابتدي ان انا اجهز السطح كما سبق، السطح بتاعي زي ما قلنا لو كان ورق، لو كان الورق طبعا والجلد مبيبقاش فيه اي اعداد وتجهيز للسطح بتاعي، لان هو جاي لي ورق جاهز على الشغل او جاي على جاهز على التطبيق. لو انا هجهز مثلا خشب، هجهز بلور، هجهز زجاج، هجهز رخام، كل ده هجهز جير او مصيص، كل ده بيحتاج معالجات او بيحتاج اعداد وتجهيز معايا بشكل معين، بحيث ان السطح يبقى معد كويس لعملية التطبيق بتاعتي.
اول حاجه بجهز السطح دوت، وبعد كده بعد الرسم المطلوب بالمقاس الطبيعي على شفاف. بعد كده توضع الافرخ المعدنيه على السطح، ثم يوضع فوقها الشفاف المطبوع عليه الرسم. بعد كده ابتدي ان انا اضغط بالاقلام المعدنيه زيها زي الاكلاشيه بالظبط وهي ساخنه على خطوط الرسم المحدده للرسم المراد تذهيبه. بعد كده فنجد ورق الذهب ملتصق بالاماكن التي مر عليها القلم الذهبي بالظبط زيها زي الاكلاشيه، بس هنا بستخدم اكلاشيه قطعه معدنيه محفور عليها الزخارف زي ما قلنا، البارزه مقلوبه زي الختم بالظبط، لكن القلم المعدني بستخدمه في ان انا بعد عمليه التسخين زيه زي القلم العادي، ابتدي ان انا انزل به الزخارف بشكل بسيط جدا غير الايه غير الاكلاشيهات او البصمه. طيب عندي هنا ملحوظه، في عندي ماكينات اسمها ماكينات المنك، لو انتوا بصيتوا كده معايا على الشاشه، ماكينات المنك دي بتستخدم للتذهيب، بتستخدم في طباعه الزخارف وكروت المعايده، بنشوفها كتير قوي موجوده في كروت المعايده. لو انا مثلا عندي كارت وعايزه ابين زخارف او عايزه ابين كتابات معينه بشكل مذهب، فبستخدم فيها ماكينه المنك دي هي اسهل حاجه في تطبيق الزخارف او الكتابات المذهبه على الايه على الاسطح بتاعتي. طبعا ده بيتم بإضافة لمعة مختارة فوق النصوص والرسومات المطبوعة على الورق لتذهيبها بشكل سريع ومتقن، ويتم بالطريقة الايه الآلية، لأن الحاجات دي بتبقى دقيقة جدا فمحتاجة الماكينات، بحيث ان انا ما يبقاش فيه اي فروق او ما يبقاش فيه اي مشكلة في المادة المعدنية اللي بتنزلي على السطح بتاعي. طبعا نضع التصميم، ثم نضع ورق التذهيب المعدني فوق التصميم زيها برضو زي الاكليشيه والبصمه بالظبط، ثم نمرره على الجهاز ليلتصق الوجه اللامع على الحبر في الورق، ينزل في المكان المخصص ايه ليه. طيب عندي بعد كده الزخرفه بالمساحيق المعدنيه، الزخرفه بالمساحيق المعدنيه هو الشيء التاني او طريقه التذهيب التانيه غير اللي احنا كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده كان تذهيب بالرقائق المعدنية، لكن عندي التذهيب بالمساحيق المعدنية ده حاجة تانية خالص. طالما قلت مسحوق يبقى انا عندي بودر معدني، البودر ده ممكن يبقى ذهب، ممكن يبقى فضة، ممكن يبقى اي معدن ملون، ويبتدي ان انا اعمل بيه عملية التذهيب. هستخدم طريقتين لعملية التذهيب، في عملية النفخ ان انا بتم نفخ المسحوق المعدني على السطح بتاعي طبعا بعد تطبيق المادة اللاصقة على السطح، والمد او الطريقه الثانيه اللي هي طريقه المزج. طبعا معظمكم عارف طريقه المزج لانكم بتستخدموها كتير في الزخرفه، وبتستخدموها كتير في عمل تاثيرات جماليه على الاسطح بتاعتي، وهنذكر كل واحده منهم بتتم ازاي. طريقه النفخ عندي بيبقى انا عندي طبقت الماده، طبعا عملت اعداد وتجهيز للسطح بتاعي كويس قوي ايا كان السطح زي ما قلنا، بعد كده بيتم تنزيل التصميم، وبعد ما بيتم تنزيل التصميم ابتدي ان انا احط ماده لاصقه تلتصق بها المسحوق المعدني لما يتم نفخه على السطح بتاعي. بعد ما بيتم تطبيق المسحوق المعدني على الاسطح بتاعتي بطريقه النفخ، طبعا النفخ بيبقى من خلال قطعه من الجلد بيتحط عليها المسحوق المعدني، ويتم نفخ المسحوق المعدني على السطح لغايه لما يتناثر على السطح باكمله. بعد كده ابتدي ان انا اشيل الزيادات، هلاقي بقى ان الاماكن اللي هي كان عليها الماده اللاصقه التصقت بيها المسحوق المعدني، والمكان اللي هو ما كانش فيه ماده لاصقه هلاقي ان المسحوق المعدني بيتشال من عليه بكل سهوله. طب الطريقه الثانيه هي ايه؟ طريقه المزج، وبجيب ماده تلزق لي اللي هو المسحوق المعدني دوت مع الماده اللاصقه على السطح. طب ايه المواد دي؟ عندي الماكسيون، وعندي الجولد سيز، وعندي زيت التربنتين، استخدم اي حاجه من الثلاثه دول وابتدي ان انا ادمجها مع المسحوق المعدني علشان اطبقها على السطح بتاعي. طيب لو احنا جينا كده بصينا طبعا انهي افضل، الافضل هي طريقه النفخ، لان هي بتبين لي وتوضح لي المسحوق المعدني بكل جماله وزهوته، لكن عندي اللي هي طريقه المزج ممكن تخفي لي او تقلل لي من لمعة المسحوق المعدني لما بيطبق على السطح، فعندي طريقة النفخ هي أفضل، لكنها ممكن تهدر لي الكتير من المسحوق المعدني أثناء عملية الإيه التطبيق. طيب بصوا كده معايا على الشاشة عشان نعرف الطريقتين والفرق ما بينهم. الزخرفة بالمساحيق المعدنية طبعا هنا بيقول لي توجد طريقتان للاستخدام في الزخرفة بالمساحيق المعدنية. عندي أول طريقة، طبعا الطريقة الأولى اللي هي طريقة النفخ، وطريقة النفخ زي ما بنقول بتعطي
السطح بريق معدني اجمل وتحتاج مجهود وعنايه، وطبعا بتفقد نسبه كبيره من المسحوق المعدني، لان انا لو مركزتش كويس قوي اثناء عمليه التطبيع هبص الاقي ان في كتير قوي من المسحوق بيتهدر اثناء عمليه التطبيق. الطريقه الاولى دي طبعا بعد كده بعد ما ابتدي ان انا اعمل اعداد وتجهيز للسطح بتاعي، سواء خشب سواء زجاج سواء رخام سواء مصيص، اي سطح انا عايزه اطبق عليه ابتدي ان انا اعمل له اعداد وتجهيز، هبتدي ان انا ادهنه باللون المطلوب اللي انا عايزه اظهر بيه الشكل بتاعي النهائي، بعد كده ابتدي ان انا انزل عليه الزخارف ورسومات والتصميم بتاعي على السطح المراد تذهيبه، السطح اللي انا عملت له اعداد وتجهيز، بعد كده ابتدي ان ادهن التصميم دوت بالماده اللاصقه. بعد ما بدهن التصميم بالماده اللاصقه هبتدي ان انا احط او يتم وضع المسحوق المعدني على قطعه من الجلد، وينفخ المسحوق ببطء على السطح بيلتصق بالماده اللاصقه ويترك للجفاف. بعد كده بيتم تنظيف السطح من اثار المسحوق المعدني الزائد زي ما ما قلنا دلوقتي. طب الطريقه الثانيه اللي هي طريقه المزج تعتمد على مزج المسحوق المعدني بالماده اللاصقه، وقلنا الماده اللاصقه عندي سواء ماكسيون او جولد سيز، او تمزج بالمساحيق المساحيق بتاعتي بزيت التربنتين على شكل عجينه بحيث ان هي تبقى عامله زي العجينه كده، يتم تطبيقها بواسطه الاقلام، في ناس بيتم تطبيقها باستخدام الفرشه، بس طبعا الفرشه ما بتبقاش صحيحه في عمليه التطبيق. طريقه المزج زي ما قلنا بيتم عمل تكوين العجينه اللي انا هعمل بيها التذهيب بتاعي، بجيب المسحوق المعدني او البودر المعدني دوت سواء بودر الذهب او بودر الفضه، وابتدي ان انا ابتدي اعمل له عمليه مزج بيه بعض او اي حاجه من المواد اللي احنا هنقول عليها دي، اللي هي زي ما قلنا عندي الماكسيون وعندي الجولد سيز وعندي التربنتين، وابتدي ان انا اخلطهم ببعض في صوره عجينه واطبقهم على السطح باستخدام اقلام الملو، ويستحسن عدم استخدام الفرشاه في عمليه التطبيق، لان الفرشه مش هتبقى كويسه في عمليه التطبيق معايا، فهي بتبقى الافضل ليها ان انا استخدم عمليه الملو. لو بصيتوا كده معايا على الشاشه ازاي بيتم عمليه التطبيق الطريقه الثانيه بالنسبه للمساحيق المعدنيه، عندي اول حاجه طبعا ابتدي ان انا اجهز السطح باللون المطلوب، بيجهز السطح باللون المطلوب زي ما قلنا قبل كده، بجهز خشب ليه طريقه، بجهز زجاج ليه طريقه، بجهز بلور نفس طريقه الزجاج، بجهز مثلا حجر او مصيص ليه طريقه، بجهز رخام لطريقة، واتكلمنا على كل خطوات وكل مراحل الإعداد والتجهيز في الحلقات السابقة، وقلنا إزاي كل الأسطح دي بيتم إعداد وتجهيز السطح بتاعها. طيب بعد ما بيتم عمل إعداد وتجهيز للسطح باللون المطلوب، هبتدي إن أنا أنزل الرسوم بتاعتي والزخارف والتصميمات على السطح، وابتدي إن أنا أملاها. بصوا كده معايا على الشاشة لو أنتم معايا كده، يجهز السطح باللون المطلوب لأرضية الزخرفة وتترك للجفاف طبعا. بعد كده يعد الرسم بالمقاس المطلوب ويتم تنزيله على اللوحة. بعد كده ابتدي ان انا املأ الزخارف باقلام الملو بمزيج المسحوق المعدني ثم يترك للجفاف. طبعا المزيج دوت اللي انا عملته اللي هو المسحوق المعدني مع الجولد سيز او التربنتين او الماكسيون، وبعد ما بيتم ملء الزخارف باكملها ابتدي ان انا اسيبه شوية لغاية لما يتم عملية الجفاف من حوالي 3 ساعات ل4 ساعات عشان يتم عملية الجفاف. دي كانت نهاية الباب الثاني بتاعنا. الباب الثاني يبقى لو احنا بنراجع كده او بنتذكر ايه اللي تم دراسته، عندي الجزء الخاص زي ما قلنا بالرقائق والمساحيق المعدنية، وقلنا عبارة يعني الرقائق والمساحيق المعدنية دي هي عبارة عن ايه، وذكرناها بالتفصيل على الأسطح المختلفة، وإزاي بيتم عملية التذهيب بالرقائق، وإزاي بيتم عملية التذهيب بالمساحيق المعدنية زي ما لسه ذاكرين دلوقتي. هراجع معاكم كده مراجعة سريعة بحيث إن احنا نتذكر كل الأجزاء اللي فاتت، وإزاي بيتم عمل تجهيز للأسطح، وإزاي بيتم التذهيب على الأسطح المختلفة، وهنشوف بعض أسئلة الامتحان ومن خلالها نراجع على الأجزاء اللي هي فاتتنا او الاجزاء اللي هي درسناها الحلقات اللي فاتت في الباب الثاني. بصوا كده معايا على الشاشه عشان نشوف سؤال سؤال، وبعد كده يعني حابه ان انتم تتفاعلوا معايا وابتدوا ان انتم تتذكروا كل الحاجات اللي احنا درسناها، بحيث ان احنا نشوف المعلومات وصلنا فيها لفين، وابتدي ان احنا نراجع على على الاجزاء بتاعتنا. لو بصيتوا كده معايا على الشاشه عندي مراجعه على الباب الثاني على لصق او طرق لصق الرقائق والمساحيق المعدنيه. اول سؤال معايا عندي ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ.
طيب أول سؤال معايا عندي، يفضل استخدام غراء الأرنب في لصق رقائق الذهب لأنه لا يؤثر على لون الذهب. سمع حد بيقول معايا إحنا أصلا ما ذكرناش غراء الأرنب في لصق رقائق الذهبية أو لصق رقائق الذهب، وقلنا إن في حاجة واحدة ذكرناها هي اللي بتخلي لون الذهب ما يتأثرش اللي هي غراء الجيلاتين. يبقى برافو على اللي كان مركز معايا دلوقتي وبيقول معايا ان انا عندي غراء الجيلاتين. طبعا الإجابة خاطئة، غراء الجيلاتين هو اللي بيفضل استخدامه في لصق الرقائق المعدنية حتى لا يؤثر على لون ورق الذهب. بصوا كده معايا على الشاشة، يبقى هنا الإجابة خاطئة والتصحيح بتاعها الجيلاتين. رقم 2، يوضع ورق الذهب على مخدة التزييف بحرص تدريجيا حتى لا ينقطع. طبعا برافو الإجابة صحيحة، زي ما قلنا إن ده واحد من أهم الإرشادات اللي اتكلمنا فيها في لصق رقائق الذهب أول ما اتكلمنا خالص، وقلنا إن أنا عندي ده إن أنا أحط ورق الذهب بحرص وإن أنا أقطعه في اتجاه واحد زي ما قلنا، وإن أنا خلو الحجرة من التيار الهوائي. كل الحاجات دي هنذكرها في الصح والغلط دلوقتي. الارشادات دي مهمه جدا، وان انا انضف طبعا السكينه اللي انا بقطع بيها باستخدام مسحوق الطباشير او التلك. كل دي حاجات لازم اخد بالي منها كويس قوي وانا بطبق لصق الرقائق المعدنيه على الاسطح المختلفه. بصوا كده معايا على الشاشه السؤال الثالث. السؤال الثالث بيتكلم بيقول لي يفضل تنظيف السكين قبل الاستخدام عند او قبل الاستعمال عند استخدام ورق الذهب ببودرة التلك او بمسحوق الطباشير. طبعا زي ما لسه قايلين دلوقتي، برافو اجابة صحيحة، لان دي من اهم الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها كويس قوي، لان السكينة لو فيها اي شوائب او فيها اي مشاكل موجودة فيها هتأثر لي على ورق الذهب، والمشاكل دي هتظهر لي على الايه، على التطبيق الجديد اللي بيتم عمله في الاسطح الجديدة. طيب رقم 4، يراعى اثناء لصق خلو اثناء لصق الرقائق والمساحيق المعدنية خلو الحجرة من تيار الهواء. طبعا إجابة صحيحة، لأن احنا قلنا إن دي من أهم الحاجات، لأن ورق الذهب طبعا بتبقى عبارة عن في جزيئات دقيقة جدا من الذهب، والمساحيق المعدنية برضو نفس الكلام. لو انا في عندي تيار هواء هبص الاقي ان في حاجات او المسحوق بيبقى فيه اجزاء منه ممكن تتأثر او تتطاير، او المسحوق مثلا الموجودة في ورق الذهب او الموجودة في المسحوق ابتدي ان انا اصلي لي على السطح، يعني معرفش اطبق كويس. فلازم اخد بالي كويس قوي ان الحجرة اللي انا بطبق فيها ما يكونش فيها اي تيار هوائي اثناء عملية الايه، التطبيق. رقم 5 معايا، طبعا الاجابة صحيحة زي ما قلنا. عندي رقم 5، تفرد ورق الذهب وتقطع بسكينة التذهيب اكبر من المقاس المطلوب. احنا قلنا طالما هنا يعني المعلومة مش دقيقة، أكبر من المقاس المطلوب يعني سايبها مفتوحة. عندي هنا طبعا الإجابة غلط، احنا قلنا بنفس المقاس أو حسب المقاس المطلوب أو أكبر قليلا. يبقى أحط يا إما نفس المقاس يا إما أكبر قليلا من المقاس الإيه، المطلوب. هنا عندي المعلومة ما كانتش جاية بشكلها الدقيق، فبالتالي عندي الإجابة كانت إيه، خاطئة. طيب نبص على السؤال اللي بعد كده، الاكلاشيه. ايوه سامعه الناس اللي بتقول لسه واخدينه دلوقتي حالا ولسه متكلمين عليه. الاكلاشيه قطعه معدنيه محفور عليها الزخارف والكتابات الغائره مطلوبه. اجابه خاطئه، طبعا الاجابه الصحيحه عندي الاجزاء اللي هي الزخارف والكتابات البارزه اللي هي العاليه مطلوبه. اوكي طيب السؤال التاني، اكمل العبارات الاتيه بما يناسبها. اول حاجة عندي او اول سؤال معايا، رقم 1، قطعة معدنية نقط قطعة معدنية محفور عليها الزخارف والكتابات البارزة مقلوبة، اللي هو ايه لسه قايلين عليه دلوقتي في الصح والغلط ولسه ذاكرينه في الشرح بتاعنا دلوقتي، اللي هو الاكلاشي. طيب رقم 2، رقم 2 بيتكلم معايا بيقول لي عند التذهيب على الرخام يدهن السطح بيه ثم تدهن الاجزاء المرطة ذهبها بيه. طبعا عندي اول حاجة اتكلمنا عليها عند التزييب على الرخام، قلنا ان لازم يتم اعداد وتجهيز للسطح بتاعي كويس قوي بان انا ادهنه به الجملكة عشان اتفادى الرطوبة اللي هتطلع لي من الرخام لو انا بطبق عليه الورق الذهب، وبالتالي هتساعد لي ان ورق الذهب بتاعي ممكن يتشقق يحصل فيه مشاكل في تغيير اللون وهكذا. فلازم اخد بالي كويس قوي ان انا ادهن السطح اللي انا هطبق عليه
ورق الذهب دوت اللي هو السطح الرخامي بالجمالكة. بعد كده استخدم الماكسيون في عملية اللصق، ان انا بحطه كمادة لاصقة لورق الذهب. طيب بصوا كده معايا، طبعا عند التذهيب الاجابة بتاعتي اهي، عند التذهيب على رخام يدهن السطح به الجمالكة، ثم تدهن الاجزاء المراد تذهيبها، الاجزاء اللي هي التصميم المراد تذهيبه به الماكسيون. طيب السؤال التاني بيقول لي لتعتيق الذهب، لتعتيق الذهب واعطاء مظهرا اثريا لون الاجزاء. احنا قلنا لتعتيق الذهب ان في ناس بتحب تأثير الذهب او التذهيب دوت يكون مظهره قديم او اثري شويه، بحيث ان هو يدي لي ثراء للقطعه بتاعتي. قلنا ساعتها بنعمل ايه؟ بنلون الاجزاء الغائره بلون اغمق قليلا من لون الاجزاء اللي هي البارزه. طيب ليه؟ احنا قلنا لو انا عايزه اعمل تجسيم في اي لوحه فنيه، واللوحه الفنيه دي فيها بارز وفيها غائر او فيها مستويات، ابتدي ان انا عشان ابين المستويات بتاعتي وابين الظل والنور في القطعه الفنيه بتاعتي، فبعمل الاجزاء الغائره بلون اغمق من الاجزاء الايه العاليه او البارزه. فهو ده اللي انا بعمله في عمليه التعتيق. طب التعتيق دوت كان ليه 4 طرق هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي في الاسئله المقاليه الموجوده معانا. وهنقول طبعا احنا قلنا ساعتها ان بيتم دهان السطح بالخلطه او التركيبه اللي هي من زيت مستوي مع اللون الاصفر او الاحمر، وبعد كده طبعا مع التربنتين ابتدي ان انا اعملهم اخلطهم مع بعض، وابتدي ان انا ادهن على ورق الذهب بحيث ان انا احصل على لون ذهبي او لون اصفر مؤكسد يديني تعتيق لمظهر الذهب. الحاجة التانية كنا بنقول ان انا ابدر مسحوق الطينة الحمراء على السطح بتاعي بعد عملية التذهيب. والحاجة التالتة ان انا برضو بدهن جملكة تقيلة، وطبعا الجملكة تقيلة قلنا من 1 لـ5 جزء على السطح بتاعي بعد عملية الايه التذهيب. والحاجة الاخيرة او الحاجة الرابعة اللي احنا اتكلمنا عليها ان انا اجيب ورق الذهب دوت بشكله العتيق الجاهز من الاسواق، بيكون ليه مظهر الاثري بتاعه من السوق، بشتريه جاهز وابتدي ان انا اطبقه اكتر من ان انا ايه اتفادى الحاجات اللي انا عملتها ايه في الاول. طيب يبقى احنا هنا لتعتيق الذهب واعطائه مظهرا اثريا يدهن او يلون الاجزاء ايه بقى اللي هي الغائره بلون اغمق قليلا من لون الاجزاء الايه البارزه. لو بصيتوا كده معايا على الشاشه زي ما هي موجوده كده، لتعتيق الذهب واعطائه مظهرا اثريا يلون الاجزاء الغائره بلون اغمق قليلا من لون الاجزاء الايه البارزه. السؤال الرابع، يتم تنظيف السكين عند استخدامها في تطبيق ورق الذهب بمسحوق. احنا قلنا في حاجتين بننظف فيها السكينة، عندي مسحوق الطباشير برافو او بودرة التلج، الحاجتين دول بيتم تنظيف السكينة بيهم قبل ما بيتم تطبيق ورق الذهب على الاسطح المختلفة، طبعا الطباشير اهي وبودرة التلج. طيب السؤال الخامس، عندي يدهن السطح بمادة ايه؟ بمادة لاصقة كأساس لعملية التذهيب. المادة اللاصقة طبعا انا عندي ورق الذهب بعد ما بيتم تقطيعه لازم احط تحتيه مادة لاصقة عشان الزقه، يبقى مادة لاصقة كأساس لعملية التذهيب طبقة رقيقة من مادة اكريليكية شديدة الالتصاق. فاكرين لما كنا بنقول ان انا بعمل اعداد وتجهيز للسطح بتاعي وابتدي ادي او اعمل للسطح بتاعي تلقيط معجون، وما بين كل وجه ووجه بعمله لازم يتم عملية الصنفرة، بعد كده بيتم اعداد المزيج اللاصق. المزيج اللاصق دوت كان عندي يا اما مادة اكريليكية شديدة الالتصاق. طب وقلنا لو مش متوفرة المادة الاكريليكية شديدة الالتصاق بعمل ايه؟ بروح جايبة اللي هو مزيج البولكلي مع الغراء وابتدي ان انا اكونهم مع بعض وابتدي ان انا اطبقهم على السطح بتاعي قبل عملية لصق الرقائق المعدنية. طيب قلنا ان انا عندي مادة اكريليكية جاهزة وعندي مزيج بولكلي مع غراء، انهي الافضل فيهم؟ الافضل ان انا استخدم مادة او مزيج البولكلي مع الغراء لانه بيدي ضوء وظل او بيلون ورق الده وبيدي له تعتيق كده بسيط، غير المادة الاكريليكية شديدة الالتصاق الجاهزة. فبيفضل ان انا استخدم مزيج البولكلي مع الايه مع الغراء عن المادة الاكريليكية شديدة الالتصاق. طيب بصوا كده معايا على سؤال على اللي ما ياتي، على اللي ما ياتي من الاسئلة المهمة جدا اللي هي برضو اسئلة امتحان بتجيني كتير جدا. اول سؤال معايا، يدهن الرخام المراد تذهيبه بالجملكة
طبعا احنا قلنا ان الرخام بيتم دهانه بالجملك عشان ورق الذهب ما يتشققش واحافظ على الرخام بتاعي من الرطوبة، وده كان السبب الرئيسي اللي بيخليني ادهن الرخام ايه جملك، يبقى لحفظ ورق الذهب من الرطوبة حتى لا يتشقق الذهب. طبعا الرخام مادة طبيعية بتدي ان انا بتأثر بالرطوبة، وبالتالي لما اجي اطبق ورق الذهب هتعمل لي ايه تشقق في ورق الذهب بتاعي دوت. طيب السؤال التاني، يفضل استخدام غراء الجيلاتين في لصق رقائق الذهب على الزجاج. غراء الجيلاتين لا يؤثر على لون الذهب في الوجه الآخر للزجاج. طبعا انتوا عارفين ان الزجاج بيبقى الوجهين شفاف، فبيتم تطبيق الجيلاتين كمادة او كأساس لعملية التذهيب قبل ملزق ورق الذهب، فبالتالي ما بتأثرليش على الوجه التاني، بتدوني تأثير او بتدي طبقة شفافة جدا من المادة اللاصقة على السطح، فبالتالي ما بتأثرليش على الوجه الآخر. فعشان كده بيفضل استخدام غراء الجيلاتين عند استخدام الرقائق المعدنية على الايه على الزجاج. طيب السؤال التالت، لو بصيته كده معايا، عندي في تذهيب الأخشاب الجديدة يجب إعداد السطح بحيث يكون شديد النعومة. الأخشاب الجديدة احنا قلنا أول حاجة بعملها لازم أعمل إعداد وتجهيز للسطح الخشبي بتاعي. بعمل فيه إيه؟ بعمل فيه عملية الصنفرة، وبعد كده بعمل سمبكة لرؤوس المسامير، وبعمل كوي للعقد لو السطح الخشبي بتاعي كان فيه إيه عقد. وطبعا اتكلمنا كتير وقلنا يعني إيه إزاي وإزاي بيتم عملية كي العقد أو التخلص من العقد دي، وقلنا ازاي بيتم عمل سمبكة لرؤوس المسامير، وقلنا ان عملية الصنفرة مهمة جدا ولازم تكون السطح بتاعي شديد النعومة. ليه؟ علشان ما يتقطعش ورق الذهب عند عملية اللصق. فانا عندي في تذهيب الاخشاب الجديدة نقول حتى لا يتقطع ورق الذهب عند لصقها على السطح الخشبي الجديد، فلازم يكون السطح بتاعي شديد النعومة. طيب السؤال الرابع، لو بصيته كده معايا، استخدام البلكليه مع الغراء كمادة لاصقة للتذهيب أفضل من استخدام مادة أكريليكية جاهزة. طبعا ده لسه احنا قايلين دلوقتي لأنه يعطي بريق ولون وظل لورق الذهب. طيب السؤال الخامس معايا، يجب أن يكون الغراء قوامه سميكا عند التذهيب على الزجاج. طبعا القوام سميك حتى لا يؤثر على لون الذهب، لو القوام بتاع الغراء خفيف هيبتدي يندمج لي مع ملمس ورق الذهب، وبالتالي هيأثر لي على لون ورق الذهب الموجود معايا، فبالتالي لازم يكون لون او ملمس او مظهر او شكل الغراء لازم يكون سميك بحيث ان هو ما يأثرليش على ورق الذهب. طيب بصوا كده معايا، السؤال اللي بعد كده تكلم عن كيفية تعتيق الذهب. كيفية تعتيق الذهب احنا قلنا بأربع طرق، الأربع طرق اللي موجودين معايا. طبعا هنا الجزء دوت لما أجي يقول لي أذكر كيف يتم عملية تعتيق ورق الذهب على الأسطح المختلفة، أول حاجة لازم أذكرها الجزء اللي احنا لسه قايلينه من شوية، إن لازم يتم تلوين الأجزاء الغائرة باللون أغمق قليلا من لون الأجزاء البارزة. طيب إزاي هيتم عملية التعتيق؟ عملية التعتيق هتتم بأربع طرق اللي احنا لسه قايلين عليهم دلوقتي. عندي لون أصفر، وعندي زيت مستوي، وعندي تربنتين، وعندي طينة، وعندي لون أحمر بحيث إن أنا أحصل على لون أحمر مؤكسد أو لون أصفر محمر ذهبي، بحيث إن أنا اللون دوت لما يتم تطبيقه على الرقائق المعدنية يديني تأثير التذهيب على السطح بتاعي. يبقى دي أول طريقة، أول طريقة معايا إن أنا أحط التربنتين مع الزيت المستوي مع الطينة مع اللون الأحمر يديني لون أحمر ذهبي مؤكسد، وبالتالي لما أطبقه على السطح يديني التعتيق. طيب الطريقة التانية إن أنا يتم بدر الطينة الحمراء على السطح بتاعي بعد عملية التذهيب بحيث إن أنا أحصل على التأثير التعتيق أو التأثير الأثري اللي بيتم تطبيقه على الإيه على السطح. طب الطريقة التالتة إن أنا أدي السطح بتاعي جملكة بعد عملية التذهيب أو بعد عملية لصق الرقائق المعدنية. الطريقة الرابعة إن أنا أشتري ورق الذهب جاهز من الأسواق عليه تأثير التعتيق دوت، بحيث ان انا لما اطبقه على السطح يديني المظهر الاثري اللي انا ايه عايزاه. لو بصيتوا كده معايا على الشاشة واحنا بنراجع كده، اول حاجة
زي ما قلنا التركيبة اللي احنا قلناها، زيت مستوي زائد تربنتين زائد اكسيد اصفر زائد طين زائد احمر، فتعطي لون احمر ذهبي مؤكسد. الطريقة التانية، نقوم برش او ببدر بعض تراب الطينة الحمراء على السطح قبل دهانه طبقة الورنيش. الطريقة التالتة، دهان السطح بعد الجفاف والتصاق ورق الذهب بطبقة من الجملكة. الطريقة الرابعة، الحصول على ورق ذهب ذات شكل عتيق بكل سهولة، أصبح متوفر طبعا في الأسواق، مما يغني عن كل خطوات التعتيق السابقة. لو أنا مش عايزة أتعب نفسي أشتريه، بس طبعا هيبقى غالي شوية لأن ده حاجة مميزة، بتدي إيه ثراء للقطعة اللي بيتم تطبيق تأثير الذهب عليها، فبالتالي الحاجات دي غير إن أنا لما أعمل تركيبة غير لما أعمل تأثير. ويفضل ان انت تطبق كل الخطوات بتاعة التعتيق وتعرف ازاي بيتم التعتيق على السطح بتاعي، بحيث ان انت تشوف انت اللي تحدد الورق الجاهز هو افضل ولا الطرق التانية التلاتة اللي احنا ذكرناهم افضل من الورق الجاهز المتوفر بيه الاسواق. طب اذكر خطوات بعد كده. السؤال اللي معايا بعد كده، السؤال التاني المقالي، بيقول لي اذكر خطوات التزييب على الاخشاب الجديدة. خطوات التزييب على الاخشاب الجديدة، اول حاجة بعملها لازم اعمل اعداد وتجهيز للسطح بتاعي. اعداد وتجهيز للسطح بتاعي، اول حاجة يجب اعداد وتجهيز السطح بحيث يكون شديد النعومة. ولسه قايلين دلوقتي السؤال ده فعل ليه بيتم الكلام ده، حتى لا تتقطع اوراق الذهب عند لصقها. طيب بعد ما بيتم صنفرة السطح بتاعي، ابتدي ان انا اعمل عملية، طبعا الصنفرة اللي بتتم بتبقى رقمها 120، ابتدي ان انا اعمل سمبكة لرؤوس المسامير بالسنبق، وابتدي ان انا اعمل معالجة للعقد، وابتدي ان انا اعمل تلقيط معجون للسطح بتاعي، وابتدي ان انا اعمل بعد كده صنفرة بعد الجفاف رقمها 320 بعد عملية الجفاف من تطبيق المعجون اللي بيتم تطبيقه على الأسطح الجديدة. طيب عندي بعد كده الخطوة اللي بعد كده اللي هي البطانة، والبطانة طبعا ببتدي ان انا ادي السطح من 3 لـ4 أوجه، وبعد كده بيتم عملية الصنفرة بصنفرة 500 بعد عملية الجفاف، او ارش السطح بتاعي بسيلر مخفف بالاسيتون، وده بيتم عشان اسد مسام السطح بتاعي. يبقى انا اول حاجه يتم اعداد وتجهيز للسطح بتاعي بالطرق التقليديه اللي احنا بنستخدمها او اللي احنا بنعملها لما اجي اعمل اعداد وتجهيز للسطح الخشبي الجديد. الطرق دي او الخطوات دي بتتم ازاي؟ صنفره للسطح، عمل معجون للسطح، بعد ما بعمل معجون بيتم عمل صنفرة تاني وكان رقمها 320، وبعد كده بعمل البطانة من 3 لـ4 أوجه، وبعد كده البطانة بعد ما بتجف بيتم عمل صنفرة رقمها 500 طبعا، او ارش السطح بتاعي بوجه واحد من الايه السيلر. طبعا انتوا عارفين ان السيلر بيورب لي طبقة الدهان على السطح الايه الخشب. بعد كده بيتم عمل اعداد المادة اللاصقة. طبعا المادة اللاصقة بتستخدم كأساس لعملية اللصق بالرقائق المعدنية. بيتم عمل تنزيل التصميم على السطح. بعد ما بيتم عمل اعداد وتجهيز للسطح بتاعي، انزل التصميم او الرسم او الزخارف اللي انا عايزة اعملها عملية التزييب، وبعد كده ابتدي ان انا اطبق عليها مادة لاصقة كأساس لعملية اللصق. المادة دي ممكن تكون زي ما قلنا مادة اكريليكية شديدة الالتصاق، او بيتم عمل مزيج البولكلي مع الغراء لو المادة الاكريليكية شديدة الالتصاق ما هياش موجودة. لو بصيتوا كده معايا على الشاشة، عندي اهو يدهن السطح بمادة لاصقة كأساس لعملية التزهيب بطبقة رقيقة من مادة اكريليكية شديدة الالتصاق خاصة بلصق ورق الذهب. وان لم تتوفر يتم اعداد المزيج التالي. المزيج التالي اللي هو مزيج البولكلي مع الغراء. مزيج البولكلي مع الغراء بيتم عمله في الآتي. اول حاجة طالما في غراء يبقى لازم اعمل حمام مائي للغراء عشان اعمل عملية تسييح للغراء. بعد كده يتم التقليب حتى يصبح سائل طبعا، ولكن لا يجب تركه على النار حتى الغليان، لان المادة اللاصقة بتفقد درجة التصاقها لما بتتعرض للنار، فلازم اخد بالي كويس قوي من عملية التسييل او عملية تسييح الغراء بتاعي. طيب بعد كده بيتم عمل ايه؟ ابتدي ان انا اسحق الطينه الحمراء او البولكلي، وابتدي ان انا انقعها في الماء او اخمرها في الماء لمده يوم كامل مع التقليب بالعصا، وبعد كده ابتدي ان انا اضيفها للغراء بشكل تدريجي حتى احصل على معلق كده يستخدم كاساس لعمليه التزييف.
طبعا المعلق ده او الماده اللي هي اللصقه دي لازم يتم تصفيتها كويس قوي من الشوائب عشان ما تاثرليش على ورق الذهب اللي موجوده ايه تحته. طيب لو بصيتوا كده معايا بيقول لي علل هنا، ده سؤال مهم برضو دخل مع السؤال كده اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، ازاي بيتم اعداد وتجهيز السطح بتاعي الجديد او الخشبي الجديد. استخدام البوكليه مع الغراء كماده لاصقه للتزييب يحتاج وقت ومجهود من استخدام ماده اكريليكيه جاهزه. طبعا احنا قلنا الوقت والمجهود هو يعني موجود في ان انا بخمر طينه البوكليه او الطينه الحمراء وان انا بسيح الغراء بتاعي، فكل ده وقت ومجهود. طب ما انا عندي ماده اكريليكيه جاهزه، عندي الافضل ان انا استخدم مزيج البوكليه مع الغراء. ليه؟ لانه بيعطي بريق ولون وظل للورق الذهب زي ما قلنا، الاحتواء طبعا الطينه الحمراء على الحديد وكتير من الشوائب زي الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد في صقل السطح اثناء عمليه الايه التلميع. طبعا عمليه الصقل زي ما قلنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت وقلنا ازاي بتتم وازاي بيتم عملها. طبعا يجب استخدام نوع معين من الغراء خاص بلصق ورق الذهب والذي يختلف عن الغراء المخصص للخشب. طبعا احنا قلنا ان الغراء اللي بيستخدم للصق ورق الذهب يصبح لما بيكون شفاف بيبقى جاهز لعملية اللصق، لكن الغراء اللي بيتم استخدامه في الخشب لما بيكون شفاف بيفقد درجة التصاق. فلازم نفرق كويس قوي ما بين الغراء اللي بيستخدم في لصق ورق الذهب اللي هو بيتحول اللي بيبقى في أقصى درجة التصاقه لما بيتحول للون الشفاف، لكن التاني بيفقد درجة التصاقه لما بيتحول للون الشفاف. دي كانت مجموعة بسيطة من الأسئلة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت الخاصة بالباب التاني أو الجزء الخاص بلصق أوراق الذهب والرقائق المعدنية، عشان بس نفكركم كده بالجزء اللي خدناه في الباب التاني بحيث ان احنا نكون لمينا المقرر الخاص بالباب التاني كله. فاضل لنا جزء بسيط في مادة العمليات، الجزء الخاص بالزخرفة على الزجاج وازاي بيتم عمل الحفر على الزجاج بالاساليب المختلفه عشان يتم عمل زخارف وشكل ان انا ابرز مظهر الزجاج بشكل كويس، هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، اجتهدوا فلكل مجتهد نصيب، وهذا وعد ربي ان الله يجزي المحسنين احسانا ولا يضيع اجر من احسن عمله. تحياتي ليكم والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.